بصراحة يعني مجال المشاركة ضمن سياق يعني سعودي لعرض الأفلام الوطنية السعودية في عدد من الدول العربية والعالم، واختيار مجموعة من الأفلام اللي أساسا مثلت السعودية في المهرجان الدولية، ووقع الاختيار على فيلم رغبات قليلة. أول شيء المملكة المغربية هي تاريخيا وكموقع أيضا هي دائما كانت صلة تواصل بين الحضارات وبين الغرب وبين الشرق. نحن لما نأتي للمملكة المغربية نحن نأتي أصلا يعني نأتي إلى بلد يعني إلى موقع وإلى اتصالات، فأنت عمليا كأنك في الآخر. هو المهرجان مش مسابقة ولا في منافسة، احنا هدفنا من هذه الأفلام نعرف الجمهور المغربي على شكل آخر من الثقافة السعودية، شكل حديث من الثقافة السعودية، هو السينما، فن السينما. كما تعرفين أن فن السينما هو سريع، يعني الكتب موجودة، في وسائل كثير ثقافية، ولكن السينما تحديدا هي تتيح للمتلقي أن يتعرف بشكل سريع على دواخل المجتمعات وثقافتهم، بيوتهم، عاداتهم، تقاليدهم، وأيضا قصصهم وقصصهم الحديثة وكيف ينظرون للعالم. طبعا بشكل عام نعم في تطور، في حركة، أفلام عربية كثير قاعدة تروح إلى المهرجانات الدولية، تدخل مسابقات مهمة، وأيضا التطور اللي قاعد يصير في الصناعة في المملكة العربية السعودية ودور هذا التطور في المملكة العربية السعودية على العالم العربي. نحن معنيون بشكل خاص بالسينما العربية، يعني مش معنيين فقط بالسينما السعودية وإنما بالسينما العربية. احنا كلنا من محيط ثقافي واحد، والسينمائيين العرب يفهمون واحنا نفهمهم، وممكن نشتغل مع بعضنا. بين اسمي فراس المشرع، منتج فيلم هجان. جدا صراحه فخور انه بدات توصل قصصنا السعوديه بقالب سينمائي للوطن العربي وتحديدا مرو. اشكر جدا
جدا من شعب المغربي كامل على استقبالهم لنا. وبصراحه يعني واحده من اللحظات الجميله ان احنا نعرف قصص سعوديه في مثل هذه المحافل، ونشوف ردات الفعل للجمهور المغربي على قصصنا، خصوصا في فيلم هجان. هجان انا احد منتجين فيلم هجان. هجان يحكي قصه حب بين هجان وناجي حفير. والشعب المغربي غير يعني مو جديد على الجمال وعلاقه الناس بالجمال، فمهتم اشوف ردود الفعل على الفيلم، ومهتم اشوف الفعل وبشوف كيف القصة راح تلامس الجمهور اللي يقين غير جديد عليه حب الجمال والهجان والسباقات. طبعا بس فن فاكت، الفيلم هجان فيه كرو من المغرب تصوير، في بعض الكرو من المغرب، اولهم صلاح الكاميرا انجلر اللي كان يقول يهذب الجمال حتى تدخل سباق في الفيلم، مدرب الجمال ومدرب حتى ممثلين على ركوب الجمال. يعني مغربيين من البدايه في الفيلم، من بدايه الفيلم، والان بنعرض الفيلم ونشوف الرياكشن اليوم. يعني شوفي المحطات هذه اللي بتصير، يعني ليالي الفيلم السعودي في المغرب هو اول محطه لي، وبعد كده هو حيكون في 5 دول حول العالم. جميل جدا، يعني الانظار بتكون اكثر حاجه في اول محطه، فإنها تكون في المغرب وإنه أتعرف على الثقافة المغربية والثقافة المغربية يتعرفوا على الثقافة السعودية والأعمال السعودية، لأنه أنا عندي فيلم شريط فيه يتبدل هنا في ليالي الأفلام السعودية، يتكلم عن حقبة الثمانينات، فجميل إنه تشوفوا الأشياء في السعودية من أيام الثمانينات. في ناس كثير يمكن ما بيعرف السعودية في الثمانينات كيف كانت، في بعضهم بيقولوا يعني أوكي إحنا بنفتخر بكل تراثنا، نفتخر بكل شيء جميل، بس في الثمانينات كثير ما بيعرف كيف كانت السعودية. فبالعكس لا، يعني تبادل ثقافات ومعرفة الثقافات الثانية، أنا بالنسبة لي سعيدة جدا صراحة، وكان نقاش كبير مع ناس في السينما المغربية وتعلمت منهم مرة كثير. لأنه نحن عندنا الرؤية 2030 وزارة الثقافة مهتمة جدا بالفن بصفة عامة، السينما بصفة خاصة، وهيئة الأفلام السعودية داعم قوي لكل الصناع في السعودية. يعني هدفنا إنه مو بس محليا الناس تشوف أعمالنا السينمائية بجودة عالية، يهمنا حتى عالميا نشوف الأعمال بجودة عالية، فعشان كده يعني بصير منساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.